وللمزيد من التفاصيل حول أهمية هذه المشروعات الكبرى معنا على الهاتف الدكتور عماد الدين نبيل استشاري الطرق والنقل الدولي. أهلا بك يا دكتور عماد. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا. طيب احنا استعرضنا طبعا تفاصيل كثيرة عن هذا المشروع القومي للطرق، يعني آلاف الكيلومترات، تكلفة كبيرة جدا لإنشاء هذه الطرق، كل ده لإحداث تنمية، كل ده لجذب استثمار. كيف ترى المشروع القومي للطرق؟ المشروع القومي للطرق حضرتك هو نقلة نوعية لجمهورية مصر العربية، وبيعتبر الوجه الحضاري الجديد لمصر. النهاردة احنا بنتكلم على اجمالا 7200 كيلو، احنا كان عندنا 24000 كيلو لحد بداية المشروع القومي. لما تضيف حضرتك 7200 يعني معناها تقريبا ثلث الطرق اللي انشئت في جمهورية مصر العربية من سنة 1952 لحد النهاردة. ايوه. فاحنا بنتكلم على ضخ دماء جديدة في شرايين الجسد المصري. انعكاسها ان مصر تستطيع ان تستعيد دورها مره اخرى كنقل اقليمي للنقل بين الشرق والغرب، وكبوابه لافريقيا شرقيه شماليه. ويمكن النهارده احنا عارفين الدور المهم ان مصر بتحتل جزء مهم جدا من الاقتصاد الافريقي، وبالتالي احنا مهتمين جدا بشبكه الطرق البريه كاحدى وسائل الانتقال وتنقل التجاره. بنتكلم على ارتفاع كمان الحمل المحوري من 10 طن ل 15 طن، زيادة المنقول من البضائع من 850 ألف طن إلى 3850 في اليوم الواحد. بنتكلم على قدرة استيعابية للطرق بحوالي أكثر من 28% زيادة، انخفاض عدد الحوادث بنسبة 24%، انخفاض الوفيات والقتلى بنسبة تتقارب من 18% على الطرق، تحسين مستوى الخدمات، تحسين مستوى الرؤية على الطرق. بنتكلم على تقليل التلوث، تخفيض زمن الرحلات، ودي نقطة مهمة جدا على فكرة في المعايير الاقتصادية. طبعا. لأي حد بيعمل دراسات جدوى على مستوى العالم إذا كان هذا المشروع له جدوى أو لا، فلما نقول إن مصر انخفضت فيها أزمنة الرحلات بحوالي 22%. وده طبعا بيخفض في كل التكاليف المتعلقة بذلك يعني. تمام، وبيخفض في جيب المواطن. بالظبط. انخفاض وقت الرحله وقصر الرحله وغيره، وطبعا ده بيتيح الفرصه ان هو يوفر في الوقود، في تشغيل السياره، في الزيوت، كمان بينقص التلوث والانبعاثات الناتجه عن الازدحام، بيخفف الضغط على اعصاب القائد او سائق السياره. هي حاجات كتير جدا حصلت بسبب هذا المشروع كمؤشرات اقتصاديه لا يمكن طبعا حصرها في وقت قصير، ولكن الاجمالي ان مصر، او حضرتك مش عارف لو يعني من يومين مؤتمر ديفوس الاقتصادي طلع إحصائية جديدة عن مؤشر التنافسية الدولية. أيوه. مصر في سنة 2018 كانت في المرتبة 52 على مستوى دول العالم. النهاردة 2019 مصر في المرتبة رقم 28. وكل ده نتيجة المشروعات القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبيأتي على رأس هذه المشروعات القومية طبعا قطاع الطرق، لأن احنا لا يمكن نبتدي في أي مشروعات بتحفز الاقتصاد بتؤدي إلى تنمية من غير ما يكون هناك طرق بتخدم كل ده. تمام، وده كمان رد مباشر على قد إيه الطرق حسنت مناخ الاستثمار، لأن ده بالزبط. مؤتمر اقتصادي دولي ومؤشر تنافسية دولية، يعني احنا النهاردة بناخد شهادة على مستوى العالم كله بأن مصر أصبح فيها فعلا في قطاع الطرق مؤهل أن يجتذب الاستثمارات، ويتيح الفرصة لوصولية أكبر لأماكن التنمية والاستثمار، ربط الموانئ المصرية ببعضها. أيوة. مهمة جدا، لأن احنا بنتكلم لحضرتك شوف سلسلة الافتتاحات الأخيرة، محور الضبعة، بنتكلم على محور رود الفرج. تكلمنا بالذات بقى على محور رود الفرج والضبعة يا دكتور. حاضر، بس هكمل لحضرتك حتة أن هو واصل ب المحور بتاع الجلاله. أيوة. ثم الى طريق او محور 30 يونيو مثلا عشان يقدر يربط بموانئ البحر الاحمر والمناطق الاقتصاديه وسيناء، ووصولا الى موانئ البحر المتوسط عند منطقه الضبعه والعالمي. يبقى سلسله من الطرق المتتابعه في الاخر محصلتها بتعمل مخطط شامل لتنميه مصر بوجه جديد، يعني ما هياش مجرد طرق وخلاص، احنا التخطيط شامل، رؤية لمصر لسنة 2030 و2050، وهذه الرؤية تتحقق تدريجيا حتى نصل إلى أن يبقى عندنا محور متكامل للربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. طبعا يعني محور رود الفرج بني عن التعريف، لأنه هو واحد من المحاور الهامة اللي تم افتتاحها وتم عملها بواسطة الهيئة الهندسية.
بتحتوي على كوبري تحيا مصر، واحنا عارفين طبعا ان هو دخل موسوعه جينيس الارقام القياسيه على اعتبار ان هو اعرض كوبري معلق في العالم. الفخر هنا ان تم صناعته وتشييده وتصميمه بايادي وعقول مصريه 100%. يعني مصر عندها تكنولوجيا، مصر عندها ثقافه وعلم، مصر تقدر تنطلق بهذه الافكار وبهذه الثقافات وبتراكم الخبرات اللي حاصله في المشروع القومي انها تقدر تعمل تعمير كامل لافريقيا كلها. عندنا كبسولات جاهزه تقدر ننطلق بيها مباشره لاعمار وتنميه الدول المحيطه بينا سواء شرقا او غربا. احنا بنتكلم على تجربه رائده على مستوى افريقيا والشرق الاوسط، والمشروع هو الاكبر على مستوى العالم في السنوات الاخيره سواء من حيث حجم الاستثمارات او كميات واطوال الطرق اللي تم افتتاحها مع تحقيق كافه معايير الجوده. صحيح، ودي نقطة مهمة جدا ان احنا مش بس بنعمل طرق او بنربط يعني اماكن ببعضها، ولكن بنهتم بجودة الطرق لانه ده كمان بيفرق في التنافسية اللي احنا اتكلمنا عنها. لما يجي مستثمر اجنبي لدولة يستثمر فيها بيسأل على طول على الطرق، هل هي كافية؟ هل هي بتربط المواني ببعضها؟ هل هي جيدة الصنع ولا لا؟ وده كمان بيفرق جدا. وهل هي مؤهله انها تشيل الاحمال المريه في الفترات القادمه ولا لا؟ يعني النهارده ما هو الجوده بقى هي اللي بتؤهل لهذه الاحمال. تمام، والعمر الافتراضي ليها بالاضافه الى عدد الحارات وحسابات المستقبل كله. يعني احنا مش بنبص تحت رجلينا ونعمل طريق ضيق وبعدين نفكر ازاي نوسعه، لا. الفكره انه الطرق النهارده في مصر بتتعمل ده حتى الطرق الضيقه اللي بتتكلم عنها دي يا دكتور تم ازدواجها. ما انا كنت لسه هقول لحضرتك ان حتى الطرق الضيقه القديمه اللي هي كانت مفرد او رايح راجع النهارده بقت فيها جزيره في النص وفيها عدد حارات اكبر. وبنعمل فيها طرق للخدمه مختلفه، طرق للشاحنات، ودي نقطه مهمه جدا، وهتلاقي تطبيق فكره فصل النقل عن الملاكي مهمه ومنتشر على مستوى الطرق في جمهوريه مصر العربيه الحديثه. يعني لو شفنا طريق القاهره اسكندريه، طريق القاهره عين السخنه، هتلاقي حضرتك طريق القاهره اسيوط تحت التنفيذ دلوقتي، بتعمل فيه طريق خرساني. تنميه وتطوير تكنولوجيا الرصد. النهاردة احنا زمان كنا بنتكلم على الرصف الاسفلتي فقط، النهاردة تعمل طرق خرسانية باطوال كبيرة هي الاطول في افريقيا. يعني عندنا طريق القاهرة السويس تعمل فيه بالفعل طريق خرساني بطول 72 كيلو. ايوه، ففي ادخال لتكنولوجيات حديثة مواكبة للعصر. تطوير للمعدات والتكنولوجيات والمعلومات. حضرتك مثلا كان المشروع القومي للطرق لا يسمح بوجود معدات قديمه. يعني كانت المعدات زمان بتشتغل مانيوال كده بالايد، النهارده تكنولوجيات حديثه كلها بتدخل المعدات التي تعمل بالليزر. يعني بتوصل الدقه بتاعتها لمليمترات. يعني في اختلافات كبيره جدا في شكل وثقافه وتكنولوجيا الانشاء، وبالتالي ده فرق في السرعه. يعني برضو عشان اقرب ده للساده المشاهدين، حضرتك تفتكر زمان اي كوبري بيتعمل في 4 سنين. صحيح. وثلاث سنين، احنا في 200 كوبري اتعملوا في 3 سنين. كمان يعني فكره انشاء هذه الطرق غير المزايا اللي احنا ذكرناها دي كلها يا دكتور، هي بتؤدي الى تنميه فورا. يعني لما يكون في طريق بيفتح جنبه مشروعات فورا، سعر الارض بيعلى فورا. يعني هناك اشياء بتحصل على الفور بعد بناء الطريق، واشياء بعد كده بتيجي بشكل طويل الاجل. يعني جاري انشاء 30,000 وحده سكنيه بالظبط على مستوى الجمهوريه كلهم نتيجه هذه الطرق. ازاي كنت اوصل لها؟ ازاي كنت اقدر اقول ان انا عايز اعمل منطقه او هب اقتصادي كبير جدا في محور قناه السويس؟ ربط سينا زمان لو الناس تفتكر كان عباره عن نفق الشهيد احمد حمدي. ايوه، حضرتك النهارده في 6 انفاق، يعني في 4 افتتحوا في 2 جاري تجهيزهم للافتتاح. احنا بنتكلم على منظومه عملاقه لربط اطراف الدوله بقلبها. بنتكلم على ان هنا منظومه الامن القومي كمان ليها رؤيه. بنتكلم على ان التجاره والتبادل التجاري، التوسع الافقي والتغير الديموغرافي في تركيبه السكان في مصر، ان كفايه قوي تكدس في الوادي الضيق وننتقل الى افاق اخرى يعني افقيا. وابسط مثال على كده العاصمه الاداريه الجديده. ايوه، وكمان المدن الجديده. حضرتك ما فيش يعني في البورسعيد هتلاقي في مدينه، في الاسماعيليه هتلاقي في مدينه، في السويس في مدينه جديده، هتلاقي في سوهاج في توزيع جغرافي لجهد الدوله. يعني هتلاقي حضرتك حتى الطرق ما بتتعملش بتتمركز حول العاصمه مثلا، لا، هتلاقي الطرق منتشره في الصعيد وفي الدلتا وفي كل مكان، وليها دراسات دقيقه وليها حيثياتها. يعني مثلا طريق شبرا بنها الناس بتمشي عليه النهارده، حضرتك لما كانوا بيمشوا على الطريق الزراعي كان بيقعد ساعه وربع يمكن،
او اكتر شويه عشان يوصل النهارده على شبرا بنها بيوصل في 22 دقيقه. ما هو ده دي فكره الاختصار اللي احنا قلناها. ايضا هناك طريق مهم جدا يا دكتور، الطريق الدائري الاقليمي ده، يعني ازاي خفف الضغط على المحاور المروريه الداخليه وايضا ادى الى جذب استثمارات. النهارده الطريق الدائري الاقليمي بيربط بين 7 محافظات هامه بالاضافه للقاهره. كان زمان التنقل بين المحافظات كان بيستلزم للعربيه النقل انها توصل للطريق الدائري بتاع القاهره وبعدين يرجع تاني المحافظه اللي بعدها. فده يعتبر خط اتصال مباشر بين المحافظات، يعني هي زي دايره تانية حوالين القاهره. فبالتالي اول حاجه نقص الرحلات الغير مباشره اللي كانت بتضطر تروح القاهره وترجع تاني وهي مش عايزه القاهره. بالظبط. الموضوع الثاني ان هو انتقل اليه النقص الثقيل اللي كان بيمشي داخل طرق القاهره، فبالتالي ده خفف حوالي، واللي كان بيمشي على الدائري القديم او الاصلي، تمام، فده خفف حوالي 17 الى 18% من احجام الحركه المروريه على الطرق داخل القاهره. وبالتالي وتم تنظيم طبعا ان اللي يخش النقل في الوقت الغير ذروه زي الساعه 12 مساء وغيره. بالظبط. فبالتالي انتقال النقل خارج القاهره ده بيخفف الحوادث. حضرتك احصائيات الجهاز المركزي بتقول ان 40% من الحادثه بتحصل بتشارك سيارات النقل. فلو حضرتك طول الوقت العربية النقل مش موجودة إلا في أوقات غير الذروة، ده بالتالي حسن جدا من مؤشرات الأمان المروري على الطرق الداخلية. تمام؟ ليه أدوار أخرى طريق الدائري الإقليمي في التنمية العمرانية زي ما إحنا كنا لسه بنتكلم، في خلق شريان ورئة داخل محافظات مصر اللي كانت وصلت من التكدس العمراني إنها أصبحت مغلقة. يعني كتير جدا من المحافظات ما كانش ليها منفذ، وكان المنافذ بتاعتها منافذ ضعيفة على الطرق السريعة. أيوه. النهاردة خلق شريان هام زي طريق الدائري الاقليمي بيخترق او بيبقى بيمس هذه المحافظات، ده خلق شريان مره اخرى يعني تنموي وتنفس ورئة هذه المحافظات انها تنتقل في الحركه البينيه ما بينها وبين انحاء الجمهوريه. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والاضافات دكتور عماد الدين نبيل استشاري الطرق والنقل الدولي.